مظبوط. بصي، هو شد انتباهي مجموعة النجوم اللي موجودة. طبعا محمود حميدة ده أفيونا بالنسبة لي في السينما، عايز اتفرج على ايه الجديد اللي هو عامله. احمد الفيشاوي تطور جدا في الكام فيلم اللي فاتوا، عايز اتفرج هو عامل ايه في الفيلم ده. عائشة مجموعة الوجوه الجديدة من البنات، ممثلات قديرات شفت لهم اعمال قبل كده، عايز اعرف عاملين ايه في الفيلم. امير المصري بعد التجربة بتاعته بتاعت هوليوود، عايز اشوف عامل ايه في الفيلم، يعتبر ده اول فيلم ليه في مصر. الأستاذ أيمن يوسف بالتجارب بتاعته كشركة الجزور كلها بتشد انتباهي، مركز ان هو يقدم في كل فيلم خلطة مختلفة، فده اللي خلاني اتحمس ان انا كان لازم اجي اتفرج. خديها قاعدة، اصل انا بتكلم مع جمهوري كأن احنا قاعدين في البيت، خديها قاعدة، لو جاني ورق عاجبني هتلاقيني ترك موجودة بعمل الشخصية، حاجة مش عجباني ممكن اقعد بالاربع سنين في بيتنا عادي جدا، بقعد العب مع الكلاب بتاعتي عادي جدا. ان شاء الله. بصي، على مستوى مصر الاول اتمنى الامن والامان والسلام، وان ربنا ما يعدهاش علينا ابدا الايام الصعبة اللي احنا عشناها في 2011 ولا على الوطن العربي كله، يا رب بقى يحل علينا السلام والامان. اتمنى ان احنا ربنا يرحمنا وينقذنا من الفيروس الجديد اللي شغال، اللي فعلا تحس ان هو فيروس عامل زي الشبح، مش مفهوم لا ليه طريقه في التعامل ولا ايه الموضوع ولا هو بيصيب مين وبيرحم مين، هو كله من عنده سبحانه وتعالى. اتمنى بالنسبه لي على المستوى الشخصي في الفن انه يا رب يجيني اوراق وحاجات تعجبني، ادوار تعجبني، لان انتوا كمان وحشتوني، جمهوري كمان وحشتوني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ثانك يو.